القوة. هذه الوثبة، هذه الوثبة بدأت أيضا تغير بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، ولكن وصلنا جولة الأوامر النهائية. وصل أيضا المنصوري، وصل راعي الطليلية غانم بن حمد المطار بن نصر المنصوري ليقدم الرفيعة. يأتي بن حليس هنا للمركز الثالث، المركز الرابع، وصلت منصورة، سعيد بن منانة بن غدير، ولكن وين 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 الصدارة؟ المركز الأول، الوثبة 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 مع 300 متر الأخيرة. العوير العوير، أهالي العوير مع دكتور الأصايل أيضا هنا من يقدم هذا الاسم الكبير، عبيد بن علي بن عبيد بن رشيد، مشكور يا علي يا ابو سلطان يا بن رشيد يا الاكتبي، من يقدم هذا الاسم؟ سلام سلام العوير، سلام سلام لأهالي العوير على هذا الفوز، على هذا الانتصار ولحظات الوصول. المركز الثاني ضبية حمد بن عبيد بن حلوس بن زيبان العامري، المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء في المركز الثالث. ولكن أهالي أبو ظبي، أهالي الخزنة، أهالي الختم بالويع في رصيده عدة سيارات. هذه على مقدمة الشوط غارة خليفة بن محمد الويع الخيالي، يا سلام مع المقدمة، ولكن الوصول مع أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة، نوادر ونوارة الخير، نوارة النواميس، نوارة الإثارات، نوارة التحديات. عامر بن سعد الرفادة مع المركز الأول والمركز الثاني، الجزيرة أحمد بن سلطان بن سالم بن واس مع المركز الثاني والمركز الثالث. أيها الأخوة، هنالك الوصول من السلية حمد بن علي بشارب، ولكن البشاير السعودية، ميدان البشاير يحييهم مع النواميس. سلام يا الرفادة، سلام والصباح الخير يا أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذا الفوز والإنجاز والإبداع والإمتاع والفوز وال... يا ابو حياب نشوف الرقص، نشوف الابداع في هذا الشوط مع الامتار الاخيره مع الفيل. الفيل سيطر، الفيل اعلن حضوره، يا سلام بهذا الانطلاق، بهذا الرقص الصباحي، يبي غادر، يبي ينطلق للناموس للفوز، يا سلام مشكور يا بالهول، غادر بالفعل. ولكن هنا المركز الثاني، المركز الثاني الواصل اللي هو مشاهدين الكرام، يا سلام اللي هو مشرف محمد بن راشد بن نديله المري، غادر للتشريف، غادر للناموس، مشرف يا سلام، غادر بالفوز بناموس هذا الشوط، مشرف مشرف، واليوم يوم التشريف يا مشرف يا سلام، شرف محسن بن راشد بن نديله المري على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك محسن بن راشد بن نديله المري، اسعد الله صباحك على هذا الناموس. الفيل مع المركز الثاني، تهانينا والناموس لمالك الفيل خليفة بن محمد بن الهول المهيري. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام أتى اللي هو حشيم عبد الله بن عتيق بن عبيد. مري المركز الرابع، يتواجد مبلش محمد بن خيف بن عمر المنصوري قادم، وايضا هنالك بطاش حمد بن صبح الاغفري، وصل بن عبود، ولكن القياده الله الله، الزقيبة الزقيبة، أبناء الإمارات أم هنا أبناء الدوحة أيضا وصلوا، أبناء السلطنة تسللوا إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. مؤرخ مؤرخ علي بن سعيد بن سالم الزرعي، الزرعي الزقيبة الزرعي، السلامات إلى السلطنة أم إلى قطر، ولكن جعلان بو علي الله عاد الزقيبة المزروعي، المزروعي تهانينا والناموس لمالك هذا الاسم المؤرخ علي بن سعيد بن سالم الزرعي، تهانينا والناموس. المركز الثاني شاهين عبد الله بن راشد بن محمد الزقيبة المري. المركز وصول هناك ايضا جنون
في هذا الانطلاق. ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة هنا، نعود مع المركز الأول. الله الله الله، يا سلام يا سلام، شوفوا الرقص الجميل. 500 متر الأخيرة، جولة الأوامر، حرك اللي بالسيارة، يحرك اللي بالناموس من هذه اللحظات. ولكن هناك الوصول من طرف طلال بن حمدان بن عيسى البادي، هنا وصل على المركز الثالث. نعود مع أهالي مصانع الجنوب، نعود مع الصدارة والمقدمة. سلام مصانع الجنوب، سلام سلام يا العاملي سلام. هناك أيضا مع تقديم هذه النوعيات، مع تقديم شمعة عبد الواحد بالخزع بالعثة العاملي. سلام سلام سلام، تحية واحترام. سلام هناك أيضا لأهالي مصانع الجنوب، وسلام للوقن. سلام، أسعد الله صباحكم وناموسنا لمبارك. المركز الثاني، لحظات الوصول للشاذلية عبد الله بن راشد بن أي الغفلي. والمركز الثالث، علي بن حمود الظاهري، وصل الشعار الاقتصادي ليكتسح الأمور مع اللحظات الأخيرة. بينما ثاني المراكز الثانية في هذه اللحظات، أتابع المنطلقة، أتابع الواصلة، شقرة أحمد بن محمد بن سعيد الدرعي. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن هنالك بن حمودة بن حمودة بن حمودة بن حمودة مع المقدمة. الشعار الاقتصادي، شعار الجولات، شعار الانجازات. بن حمود على اول المراكز ينطلق مع موج، والموج عالية. بن حمود روح مع الناموس. الشعار الاقتصادي ينطلق بهذا الاداء، علي بن فرج بن علي بن حمود الظاهري. تهانينا تهانينا تهانينا، والناموس لكل محبي وجماهير هذا الشعار، هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما ثاني المراكز أتابع هنالك الشبحات الواصلة، الشبحات المتقدمة لسعيد بن عوض بن خويتم العامري، والوصول من الجانب الآخر من بدأ هناك الحزم لسالم بن محمد الحي الهاملي. بدأ الانطلاق، بدأت القوة، بدأت الإثارة باللحظات المثيرة. ولكن الشبحات 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 اللي غير على المركز الأول وتقير على الصدارة ليغير موازين هذا الشوط لسعيد بن عوض بن خويتم العامري. والمركز الثاني هناك مع متعب لسالم بن علي الوهيبي. واللحظات الأخيرة، تهانينك هناك، تهانينا والناموس لمالكي. هناك من فاز بناموس هذا الشوط، مياد للسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، من فاز بناموس. يا علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي يبحث عن النقطة الثانية أو الثالثة، يبحث عن الهاتريك. ما شاء الله، وشوف اللي وصل، شوف الجانب الدوني، علي بن محمد بن حمد الفهيد المري. بدأ قادر، ولكن من قادر؟ مين من قادر؟ الدكتور الأصايل علي بن سلطان بن رشيد اللي بدأ يجر الشوط. الله، والهاتريك، الهاتريك مع دكتور الأصايل، الهاتريك مع دكتور الأصايل. يتقدم بهذا الشعار عبيد بن سلطان بن علي الاكتبي. يا السلام على أداء أنياكم يا العوير، سلام للعوير، سلام، أحلى تحية واحترام. شكرا لعلي بن سلطان بن رشيد، وتهانينا لعبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي بهذا الفوز الجميل مع ثمين بالفعل. المركز الثاني، حتى الرحال لمح البصر والسهيل علي. تقدم
قدم خوف مبارك بن محمد بن سهيل بن هدبة العامري. الله 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 الهجوم القادم من اللي هي فرحة المطر بن مبارك بن محمد الوهيبي صاحبة العوايد على حسب معلومة من الجماعة. نتابع مشاهدين الأعزاء نتابع التحدي. ياهو شوت ياهو شوت بدت المعركة يوفو تجاوزت سبوق تكره اللفه ومرشح الشوط ما يدني عزايمها. ركز يا ابو مبارك ركز. الله 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 فزعه الى الامام فزعه الناموس المطار بن مبارك بن محمد الوهيبي. هذا ترشيح حمد بن طويلي حط ترشيحه على فزعه فزعه. مشاهدينا الكرام المركز الثاني بهنام صيحه العبد الله بن راشد بن نايع بن القبلي هو من يتقدم بالمركز الثاني ولكن البديه سلام سلام من سويحان الى البديه سلام من سويحاني للبدية. انهني راعي فزعة انهني راعي فزعة السيد مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي انهني على فوز فزعة. قبل الجماهير تحييك الجماهير تهنيك بهذا الانتصار بهذا الابداع بهذه القوة. 500 متر النهاية والانفراد بدأ الانفراد بدأ الى الامام سيري الى الانجاز الى الانجاز ضيف النقاط ضيف النقاط. صباحا ومساء تحية لمنازف الخير تحية للعين سلام عيناوي سلام اماراتي سلام للمهيري سلام. 300 متر النهاية سلام محمد سلام الناموس سلام بسعيد سلام الانجاز سلام بوعوض ما شاء الله من سويحان الى العين ومن العين الى الامارات والامارات كلها تحيي هذا الشعار وبالزيتون مع الفخر. الانجاز يتكرر الفوز يتكرر الناموس سلام سلام بلون الذهب باجمل عبارات التحدي والاثاره. سلام يا بالزيتون سلام. هذه هي عزايم وتحت العزايم غنايم قلتها من البدايه ولا زال الانتصار يتكرر والفوز يتكرر. التهاني والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والابداع ما شاء الله. عزايم عتيق بن محمد بن زيتون المهيري والمركز الثاني. السيارة يا سلام يا سلام المقدمة والصدارة هناك مع البداية شاهين شاهين ما سلم المهمة يسيطر مع البداية يعلن هذا الحضور. المركز الثاني هنا يا اخوان شوف المركز الثاني في هذه اللحظات من الجانب الاخر ما يبنار الطاري الا مباشرة مع المركز الاول في هذه اللحظات اللي هو شاب مياس علي بن حمود بن سلطان الكتبي يا سلام غادر الى الناموس غادر الى الفوز الى الانتصار. يا سلام هذا الابداع المطلوب يا علي بن حمود بن سلطان الكتبي مع البدايه. اهالي الهير اهالي الهير السلامات ينتظرون هي الكتبي ولكن بالفعل غادر انطلق مياس علي بن حمود بن سلطان الكتبي. سلام الهير سلام سعدت صباحا سقى الله دارك الكتبي على هذا الفوز الانتصار والناموس. المركز الثاني من وصل مشاهدينا الكرام وصل في ذان المراكز مياس محمد بن سالم بن راشد المزروعي ثالث المراكز كان من نصيبه. ايضا شعار بالخيال الطنيقي على المركز الثاني ولكن هناك القدوم في هذه اللحظات وصول وتقدم من اغزيلان ناصر بن عبيد بن سعيد الزرعي في هذه اللحظات. الكوكب الثلاثية شعار بالسعودي متى يتدخل في هذا المسار الجميل. 400 متر هنا. الله يا سلام يا سلام يا سلام صدارة هذا الشوط مع النشمي ما زال هناك على الصدارة والمقدمة. نصيب بن مبارك من يتبع العامري من يطبع هنا يقدم لنا النشمي لكي هناك ياتي بهذا العرض الجميل مع جولة الأوامر النهاية. ولكن المركز الثاني ولكن من يطبع ولكن خلاص بدأ التسلل هنا. السيارة في خطر الناموس هنا يتجه في هذا الشوط في هذا المسار الجميل. هناك أيضا على الصدارة والمقدمة المركز الأول. العامري
وصل من وصل في هذه اللحظات، وصلت هنا وانطلقت جواهر جواهر جواهر، وهنا أيضا الوصول، هنا أيضا الانطلاق في هذه اللحظات من قرار حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. سلام يا سلام، هنا اللحظات الأخيرة، الأربعمائة متر الأخيرة، وشواهين على المقدمة، شواهين على الصدارة، شواهين شواهين. صالح بن علي بن مبارك البريسي المري يقدم لنا شواهين، ولكن ولكن وصلت قرار، القرار لك يا بن شطيط مع قرار حمد بن شطيط الوهيبي. يا سلام يا سلام، سلام السلطنة، سلام سلام قرار، سلام سلام ابو صقر، سلام على هذا الأداء وعلى هذا المستوى الكبير هنا مع قرار حمد بن شطيط بن سالم الوهيبي. بينما ثاني المراكز وهنالك تتواجد فوايد سعيد بن فايل بن حمد بن علي الزرعي. يا سلام، بدأت التحديات، وصلت نيران علي بن عبد الله بن علي البطين المري مقدما لنيران نيران، ولكن الصدارة المقدمة وشاح وشاح يا بن دلموك بن دلموك يقدم لنا وشاح ناصر بن فرج بن حمد بن دلموك المري. يا سلام، المركز الثاني الجازي آلف هيدا الجازي محمد بن سعد آلف هيدا المري. المملكة المملكة أم الشحانية، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. يا سلام، بن دلموك وآلف هيدا، آلف هيدا وبن دلموك لمري الناموس، اللحظات الأخيرة، وشاح وشاح تتوشح هذا الناموس، تهانينا والناموس ناصر بن فرج بن دلموك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت على ثاني. سلام يا سلام، عيناوي السلام في هذا الصباح الجميل في ميدان سويحان، انفرد عن هذا الكم، انفرد عن كل المشاركين، يعني الرغم على رقبته 115 راح عنهم راح، انفرد بالمركز الاول، حظى بالسيارة والزعفران والناموس والنقط الثمينة في مهرجان قصر الحصن يتمناها كل مشارك. الله يا المختبر، سلام يا المختبر كذلك على هذا الانتاج وهذا التحدي. هذا مشغل يسيطر، مشغل على المركز الاول. حمد بن خويت بن بخيت العامري تهانينا، يستاهل الناموس والفوز، يعلن انفراده بدون منافس على الاطلاق، وينتزع ناموسه وسيارة هذا الشوط، ويهدي السلامات عيناوية جميلة في صباح هذا اليوم. المركز الثاني من وصل في شاهين حي بن علي. نتابع الثلاث المراكز الأولى. يوبو شيء ينكم شيء، سووا له درب، سووا له حسبوا له حساب. الهاجم اللي هو الماهر سهيل بن سالم الشرقي العامري، هل الساد قادمون، ولكن بن شريوي الاولمبي، الله عليه واقواه. روح انت في مهرجان الاولمبي، انت في مهرجان التحدي، انت في مهرجان الناموس. يا سلام، ولكن الهاجم بالشرقي يهاجم، عندك الفرصه الاخيره، الهجمه المباركه، هجمه الناموس وهجمه السياره، ولكن المقدمه مع اللي هو قلنا عنه وتكلمنا سرمد حمد بن شريوح بن رضا العامري. الفرصه الاخيره عندك يا الماهر سهيل بن سالم بالشرقي. الناموس وين بين بالشرقي وبن شريوح. اللحظات الاخيره، ونقول سلام يا بن شريوح، سلام لراعي سرمد حمد بن شريوح بن رضا العامري. المركز الثاني وصلنا الماهر سهيل بن سالم بالشرقي العامري، والمركز الثاني. على
الصدارة لمحمد بن نكد بن راشد الهاشمي. يقادر على المرتبة الأولى، يقادر على الصدارة الأولى، يبغي السلامات إلى ولاية الكامل والواثي، ولكن الوصول مع المركز الثاني هناك من ولولة لسعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي، ولكن اليمامة طارت في سماء سويحان، قدمت هذا العرض الجميل لمحمد بن نكد بن راشد الهاشمي، طار بالمركز الأول، أقلع 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 الهاشمي إلى ولاية الكامل والوافي. وهذه الانتصارات الجميلة هناك مع هذا الانتصار والفوز الجميل، اليمامة تهانينا والناموس لمحمد بن نكد بن راشد الهاشمي على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني وصلت هناك بالانطلاق الجميل مع انطلاقة الشايبة لهذا. إلى وين يعبر الحدود، يبدو أن يتهيأ للمغادر الحدود كوكب الثلاثية مع الضيوف الأعزاء، مع الضيوف الأعزاء أبناء المملكة، أبناء قطر، أبناء عمان، قوة وإثارة. وشعار العامري وصل، شعار العامري وصل مع سمحة، راعي سمحة هنالك، مطر بمحمد بسهل وحسن العامري مع المركز الرابع، ولكن الناموس ذهب مع مستحقيه. العنود عاندت إلى السيارة، أبت أن تستسلم السيارة لها، كأن لسان حالها يقول السيارة لي، انطلقي إلى الناموس. شوفوا يا إخواني، بسم الله ما شاء الله، شوفوا الانطلاق، التوقيت في خطر، القوة في خطر، الانطلاقة، القوة، الإثارة، هذه هي المتعة مع العنود. العنود 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 رقم 76، العنود عبد الهادي بن عجلان البريصي المري ما شاء الله مع المركز الأول، مع التهاني والناموس بدون أي منافس المركز الثاني. هذه لحظات الوصول أيضا من هذا الاسم الكبير، وقلت التوقيت في خطر الهائلة، محمد بن لويهي بالهي. المركز الثالث وصلوا، شوف الوصول، شوف التحرك، بدأت الأسماء تقرب مشاهدينا متابعينا الكرام. وصلت ملامح يمع بن علي بن رحمة الدرمكي، انطلقت في هذه اللحظات، وصل شعار بالعضيلي، ولكن أهالي هذه الانطلاقات وأهالي هذا الاندفاع، الله يا الذيبة محمد بن حمد بالدليلة بالويع العامري من أحد مشاهدينا الأعزاء، القطاع الجنوبي ومصانع الجنوب في هذا الانطلاق. يا الناموس يا أبو حمد على هذا الفوز، روح الأمتار الأخيرة، خلاص حققت الفوز، حققت الناموس. يا سلام والسيارة، سلام لأهالي القطاع الجنوبي، سلام لأهالي مصانع الجنوب. محمد بن حمد بالدليلة بالويع العامري ينتزع الناموس في هذا الشوط. يا سلام المركز الثاني، ثاني المراكز 96، هذه جواهر. متابعينا الكرام، وصول وتقدم الاقتصاد، علي بن عامر بن احمد بن حمد اليحاوي، وصل اليحاوي هنا، وصل اهالي السلطنه، ولكن من الجانب الايمن. يا سلام ظخيره دلال، وهناك شواهين، وصول وتقدم من دلال على الصداره والمقدمه، دلال مع المركز الاول مع التحدي والاثاره الجميله. يا سلام بدل من طويرش بن محمد الوهيبي مع جلال هناك أيضا على الصدارة والمقدمة. سلام يا السلطنة، وبالخصوص أهالي بدية هناك أيضا على هذا الدلال الجميل على الصدارة والمقدمة. تهانينا والناموس، بدر بن طويرش بن محمد الوهيبي وفي رصيدها سيارة، وتضيف السيارة الثانية، أيضا تضيف السيارة الثالثة. مشاهدينا متابعي الكرام، المركز الثاني أيضا وصول وتقدم من